اليوم نظر في القضية رقم 12 لعادل أنور جابر الشهير بالقنصل، أخطر مزور بالإسكندرية. 11 قضية اللي فاتوا اتص فيهم 33 سنة، ده غير قضية النهاردة. ضيعني يا سماك. محكمة! حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة عادل أنور جابر وشهرته القنصل بالسجن 3 سنوات. حازم الحسيني عبد اللطيف. براءة حازم الحسيني عبد اللطيف من التهم الموجهة إليه. معاقبة محمد عبد الغني حفني بالحبس سنة مع الشغل. فين؟ كده ضاعت بسببك. وأنت مش شايفين أنا في إيه؟ ده مفيش حساسة. مرحب بالمستجدين. انت تنام في الشبر ده، وانت في القبضه دي، وانت نص قبضه، وانت في حضن الكليف. يا ساتر، المره دي 3 سنين وقبلهم 33، يعني 36 سنه. يا ترى هتعيش يا انصر؟ روح زيارة شريف سعد، ماجد ميخائيل، نبيل جلال، عادل أنور. أنت ماشي، روح الرئيس بقى من المحضر بتاع القضية، واطلع في الدور التالت فوق. المحاش اديله فلوس، جيب سجاير معاه. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. يا أهلا يا دي النور، يا دي الهنا. الزنزانة منورة بأحلى مستجدين. تعال. أنت هتنام في الشبرين ونص دول، وأنت في القبضتين اللي جنبه على طول. تتنام على سيفك. هو انا في ايه؟ انت لازم نهربك. بجد؟ بجد في عينك، ادي الادب. يلا روح نام جنب الكنيف، احضن الكنيف. ماشي. يا قنصل. تمام يا قنصل، الايراد. سلمت كل واحد الورق بتاعه؟ حصل. وقلت للولا صابر الهندي يستنى شويه على الختم لحد ما ينشف. الكل متساستم يا قنصل وبيدعوا لك كمان. طيب. وزع يلا الإيراد ده على الرجالة. أبو الكرم طول عمرك يا قنصل. ربنا يخليك يا قنصل. يا حبيبي. ربنا يكرمك يا قنصل يا أبو الرجال. يا ولا أنا مش قايل لك يا ولا طول ما أنت واقف تتنيل تقلب في العدس. الله يخرب بيت البرشام اللي بتبرشموه. طول ما العدس على النار لازم يتقلب وإلا هيكلكع. صباح الفل يا قنصل. يا صباح الورد على أحلى بشاويش في البلد محلي. غور يا غور، ما تنساش تعدى على امين وليد، جات لك زياره جديده برضه بالوادي. ايه؟ وبرضه ما قالوش كله نفس الكلمه. معرفه بعد البال.
ست شهور على ده الحال. كل اسبوع زياره شكل، اشي سجاير، اشي اكل. اكيد قريبا. قريب ايه بقى؟ مش حامد الله، ما انا قايل لك 100 مره قبل كده انا ماليش قرايب، انا مقطوع من شجر. الناس هنا كلها بتحبك يا انصي، بس اخساره. اخساره؟ اموت ولا ايه؟ هتموت ايه بعد الشر؟ انا سمعت طلطيش كلام كده. خير يا بشاريش؟ شكلك هتخرج حسن سير. يا فرج الله. كده يا فرحان انك هتسيبنا؟ عكس ده، انا في قمه الحزن. يا حبايبي انا افتقدك قوي يا انصو. اخوانا كفايه كده بقى، انا تعبتكم كده والله. واحنا عندنا كام انصو؟ على فكره اخويا حط لك 500 جنيه في الامانات. مردود لك في الافراح هذا صبحي. السجن هيضلم من غيرك والله يا انصو. هات يا ابني طبق الانصو. لا 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 طبق ايه؟ لا لا يا ابني لا، ما انتوا عارفين السكر وقرف. توحشنا. ما خلاص بقى يا ولا. الله، في ايه يا صبحي؟ قطعت قلبي. انا اللي مؤثر فيا انها جت فجاه كده. انت فاضل لك لسه 5 سنين والله العظيم. ده ظلم. اقول لك ايه بقى، ادي اخره اللي يمشي عدل. طب انت هتروح فين وليك مين تطلع له؟ ده انت حتى بيتك وقع مالكش مدوى. يا ولد انا خارج للنعيم للانتخب. بيني وبينك يعني كلام في سرك، انا مرقد على خميره تقيله قوي قوي بره. خميره؟ ومكمرها فين دي؟ اقول لك وما تزعلش. لا ناصح قوي يا كونسل. امال يا واد انت فاكرني ضغوف ولا ايه؟ دي عمليه كده انا كنت كلتها على ناس حبايبي الله يسامحني بقى. هخرج واقسم علينا ونعيش بما يرضي الله. بس انت هتوحشني قوي يا كونسل، هتوحشني قوي قوي. أنا مفتكر النسوان قوي يا صبحي. السلام عليكم. بقول سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس لو سمحت كنت عايز أعرف أركب إيه عشان أروح أبو قير. مالك يا ابني؟ لا مؤاخذة والدي، ما فيش. عايز تروح فين؟ أبو قير. إحنا ممكن نطلع على محطة مصر بالتوك توك اللي هناك ده، ومن محطة مصر تاخد قطر لغاية أبو قير. كنت كنت توك توك. اتفضل اتفضل يا والدي. محطة مصر من فضلك. اشكرك. ولا كنت كنت ده بقى كان تاكسي وما كملتش قصاته. كنتش اعرف ان سور السجن حلو كده من بره. ترى برضو البلد حلوة كده. حلوة بس برضو من بره. ايه ده هو في كده؟ وفي كده كمان يا والدي ما شاء الله. قولي بقى عايز كام؟ جني ليه جني؟ اهدى يا والدي. انا يا حسن. حسن؟ يا عبيد يا حماس رصيف 3 شمال. قول لي يا اخويا اطرب وغير على عيني. رصيف الرصيف اللي احنا واقفين عليه ده والدي. يا والدي يا
لو سمحت اخويا لو سمحت. ده ايه الحلاوه دي؟ يا نهار ازرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وحشتيني أوي يا ماما، وحشتيني يا أبويا. 35 سنة مروا على فراقكم وما نسيتش صورتكم ابدا. يا سلام، ده انتوا كنتوا ناس طيبين قوي وانا ظلمتكم معايا قوي قوي. لسه فاكر صوتك يا ماما. يا راجل 100 مره اقول لك ما تقرصنيش لحسن بزرق. بزرق بتعمل ايه هنا يا جدع انت؟ انا بعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ده مدفن ابوي. ابوك مين وامك مين يا عم؟ ما تفوقنيش عليك، يلا اتكل على الله، ما عندناش ميتين هنا. وانا جاي اشتري منك سجاير يا جدع انت. ابويا وامي مدفونين هنا، المدفن ده بتاعنا. بتاع مين يا عم القتقوت؟ بتاعنا يا عم الكتكوت. الله، انا صاحب المدفن. امال انا ابقى ايه؟ ميت وقايمة تمشى؟ ولا انا عايش هنا من 25 سنة انا والفاموليا بتاعتي وعليا النعمة، انا مستعد اخد فيك زيهم. طب بس نتفاهم، انا اصلا المدفن ده مهم جدا بالنسبة لي. خلاص ابيعهولك. تبيع لي حاجة بتاعتي يا جدع. هات 50 باكو وانا اخلع. 50 عفريت اما يركبوك؟ انت باين عليك نصاب. اني نصاب؟ ده انت لنتك سودة. ايه ايدك نزلت عليه؟ انا كنت هعمل فيك ايه؟ هو افترى؟ حرام عليكم يا اخي، حرام عليكم تاكل لعبة. الحقوني ارهابي يا جني يا عزة. قني ولا من عزة. ان لله وان اليه راجعون. يا حاجة يا ابا. مفيش حاجة يا اخوانا، مفيش حاجة. وبعدين ايه، احنا ضيوف والعفو من شام الرجال يا معلم. العفو من شام الرجال. يلا والدي، يلا حاج، يلا حاج نتكلم بعدين. العفو من شام الرجال. خلاص يا ولدي، يلا شلوا لا اله الا الله وشهد ان سيدنا رسول الله. انا اطلع على اقرب اسم واخلي 2 ضباط يجوا يخرجوهم من هنا. المدفن ده بتاعنا ملكنا. الله، هو ما فيش قانون ولا ايه؟ في يا حاج، بس ولا هيقدروا يعملوا لحضرتك حاجه. لا اله الا الله، ارفع قضيه يا سيدي، هتقعد لها 20 30 سنه في المحاكم، يعني احفادك هم اللي هيكسبوها. وبعدين انت نسيت ان في حاجه اسمها وضع يد؟ ده انا سامعهم بودني بيقولوا لحضرتك بقى لهم 25 سنه في المدفن. استنى. وانت بقى واقف عمال تتصنت علينا بعماره ايه؟ انا عايزك. انا حاج، انا ايه؟ انت على طول، انت ايه مخبر ومتنكر؟ حكايتك ايه؟ مخبر ايه بس لا سمح الله. شوف يا عيد، انا مش مستريح لك من ساعه ما شفتك. من سماحيه ربنا وانت قاطرني اركب الكوت كوت تركب معايا، اجي المدافن الاقيك في عفايا. ايه حكايتك؟ ممكن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كده وتسمعني طب اتكلم وقول على طول. انت مين؟ ابنك. افتح دراعتك وخد ابنك في حضنك يا ولدي. هو فين ابني ده؟ واقف قدامك قصاد عينيك يا حاج عادل. وده انت ما تمخولنيش معاك يا عادل. انا مش عايز امخولك، انا بس نفسي تديني فرصه تسمعني يا ولدي. انت اكيد على لحم بلطك من الصبح. تعال نروح نتغدى في اي حته وانا اشرح لك. ها؟ اكل سمك؟ ده انا لو طول اطلع لك السمك اللي في قلب البحر كله هطلعه. تؤمرني يا ولدي؟ تؤمرني؟ من فضلك هات لنا كيلو جمبري جنبه، ويا ريت لو طاجن صياديه بالبطاطس. تحت امرك يا فندم. الامر لله. ويا سلام لو 6 كابوريات مخليين. يا سلام، انت تؤمر يا فندم. وربع جندوفلي من فضلك. تحت امرك يا فندم. مش كتير كده يا ابني، ما يكترش عليك يا والدي.
فاكر الحاجة سعاد غزالة؟ لا يا ابني انا معرفش حجاج. مين دي؟ الحاجة سعاد غزالة تبقى سوسو قبح. يا تنفس تحت الماء. آخر. أيوه بموت في شعرك المسكس. سوسو قبح. راقصة الصدمة الأولى بقت حاجة. الوالدة رحمة الله عليها تركت طريق المعاصي وتابت إلى الله بعد ولادتي مباشرة. من 31 سنة يا والدي أنت كنت متجوز أمي بورقة عرفي والعياذ بالله. أيامها اتقبض عليك ودخلت السجن وما رضيتش هي تقول لك إنها كانت حامل منك يا والدي. أنت بتقول إيه؟ اللي حضرتك سمعه. الله يرحمها كان كل أملها في الدنيا إنها تربيني تربية سوية بعيد عن أي عقد. فخدتني ونزلت على القاهرة وفضلت مفهماني طول السنين اللي فاتت دي إن حضرتك يعني اخذنيش متوفي لغاية ما جت في يوم من 6 شهور وصرحتني كل حاجة. مش معنى يعني 6 شهور؟ الله أعلم. سيبدو إنها حست إن أجلها قرب لأن فعلا بعديها ما فيش. توفاها الله سبحان الله على حسن الخاتمة. ماتت وهي على سجادة الصلاة يا ولدي. سجادة الصلاة فاتحة على روح أمي يا ولدي. يعني انت بقى اللي كنت بتبعت لي الزيارات طول الفتره اللي فاتت دي؟ ده واجب الابن الصالح تجاه ابويا يا ولدي. تمام. بص بقى يا صالح، الكلام اللي انت قلته ده ما يدخلش دماغي ببصله. انا ما عنديش عيال. عندك حق. انا كمان كنت فاكر اني ما عنديش اب لحد ما عرفت. وحتى بعد ما عرفت فضلت مندهش ومستغرب وعملت استخاره. لقيت نفسي استريحت نفسيا يا ولدي. حسيت انك بجد وحشني. والله وحشني. استنى هنروح بعيد ليه؟ اهو دي شهاده ميلادي. اقرا كده. ها اقرا اسم الوالد. تحب اطلع لك واحده دلوقتي ان انا ابن شريهان؟ الميلاد بتاع اللي في ايدك ليه؟ واوعى توريني وشك تاني. انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ عموما انا كده خلصت ذمتي قدام ربنا. اللهم اني قد بلغت. اللهم فاشهد. خد يا والدي. اتفضل. اتفضل ما تخافش، دي مش شهادة ميلاد. ده عنواني. احتمال تحتاج انك تسأل على ابنك. يبقى جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. مش هتدفع يا ابني الحساب؟ الحساب يا فندم. اتفضل. كام؟ كام؟ 494 جنيه أكلة سمك. ليه يا ابني؟ الله. جرالك ايه يا اسكندرية؟ حصل لك ايه يا بلد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لي يا حاج، هو الأستاذ فتحي السماك لسه في الدور الثالث؟ النصاب. نصاب؟ نصاب ايه يا حاج؟ هو بقى نصاب؟ الله يرحمه ويطحن أيامه. ده مات من زمن. وعياله ومراته غاروا من مدة. عايز حاجة تاني. محاسب. سعيدة يا بنتي. مساء الخير. مساء الهنا. الأستاذ مجدي ملاك موجود؟ هو حضرتك كنت تعرفه؟ بقى في حياتك يا بنتي. لا لا لا، الأستاذ مجدي عايش. نشكر ربنا. أنا إيفون بنت. حطتيني يا إيفون. اتفضل اقعد. هو حضرتك يعني تعرف عنه معلومات؟ ليك ذكريات معاه؟ معلومات؟ وعمل مصيبه ولا ايه؟ ابقى راكن العربيه صف تاني يا بنتي. معلش لازم انزل. معلش استنى بس يا استاذ، هو حضرتك قلقت كده ليه؟ بابا جات له جلطه في مخه من فتره وفقد النطق تماما. لا حول ولا قوه الا بالله. سنين طويله وهو تقريبا في غيبه. فتح عينيه بس مش داريان في حاجه. يا دوبك ياكل واسنده يروح الحمام وينام. عشان كده الدكتور قال إني أحسن حاجة بالنسبة له يقعد مع ناس يعرفوا عنه حاجات كتيرة ويفكروا بيها. يعني ده ممكن يساعده في إنه يسترد وعيه.
قدامك ده كان وحش رجله مناطق، كانوا مسميننا أنا وهو فتح السماك مثلث الرعب. الله، هدي حال الدنيا. طب يا ابوني يا بنتي سيبيني مع أبوك شوية لو سمحتي. ولا يا مجدي فوق يا ولا أنا القنصل نسيتني عجزت يا حمار. بس حلو قوي يافطك وحاسب اللي على الباب دي يا دي. انا عارف انك زعلان مني ليك حق، بس برضه انت بتسمعك كنت غلطانين يا مان. حد يسلم القط يا راجل مفتاح القرار. على فكره يا مجدي انا مش عايزك تقلق خالص، سبايك الدهب في الحفظ والصوم انا شايلهم في مكان مش هيعرف مكان ولا العفريت حتى. بس هو الموضوع يعني محتاج شويه وقت، محتاج فلوس. معاك؟ ما معاكش؟ طب هو انا يا مجدي ممكن ابات عندك النهارده؟ ممكن يا حبيبي. يا مجدي يا حبيبي بس عايزة حضرتك بقى. على عيني يا سلام. خير يا فوت؟ حضرتك يعني هو كده الوقت اتأخر والدكتور كان مانع عنه سهر وأنا كمان معلش أصلي بنام بدري. أيوه فعلا الوقت اتأخر يا بنتي. أبهرت يعني مش هلاقي دلوقتي مواصلات تروحني. حضرتك لو طلعت على قمة الشارع هتلاقي المشروع. يعني هو أنا عشان توصيل هعمل مشروع؟ لا حضرتك فهمت غلط، أنا أقصد هتلاقي ميكروباز. ميكروباز؟ بعدين بقى هو فيه كتكت مشروع ميكروباز؟ مجتمع باظ يا إيفون باظ. بشرفنا. طبعاً. أمال إيه؟ طبعاً بشرفك. بعدين بقى قلبك هيحن ومش هيقول عليك ابنك يابا. يا حبيبي ابن قلبي. الحمد لله الحمد لله يا رب. اتفضل يا والدي اتفضل يا والدي. الف حمد والف شكر ليك يا رب. اتفضل يا ابويا اتفضل يا ابويا نورت بيتك. الحمد لله الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله الحمد لله. لحظة واحدة يا ابويا. الحمد لله الحمد لله. لا مؤاخذة يا ابويا لا مؤاخذة. نورت بيتك يا ابويا نورت بيتك يا والدي. الكلمة اللي نفسي بقالي سنين اقولها. هنت عليك هنت عليك حبيبي. تعال تعال استريح. يا حبيبي يا حبيبي الله يريح قلبك. قلبي راضي عنك. امال انا اقول ايه عن اللي في قلبي؟ انا جوايا فيضان من المشاعر حاسس انه هينفجر يا والدي. انفجر. اصلي ركعتين لله واجي لك على طول. اتفضل يا حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايوه الولا صاحب مزاج هو عنده طبق. كفرة مسواهم جهنم وبئس المصير. عذاب القبر يا إخواني. كفار ليه؟ كفار. الله الله لعنة الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا والدي السجاده هنا وحبيت تصلي والقبله كده. بابا يا حبيبي بقول لك اعصم امرني. وابني مش الطبق ده بيبقى فيه قنوات بالهبل؟ الله انا سمعت كده وانا في السجن.
بس والعياذ بالله يا والدي 90% من القنوات دي بتبقى كلها فواحش. عليك نور، فين الفواحش؟ حذفتها طبعا يا والدي، دي محتاجه كلام. قول ده النظافه من الايه يا والدي؟ من الايمان. وانا عارف ان انت عشت عيشه في منتهى القسوه في السجن. ربنا بقى يقدرني ان شاء الله وانول رضاك باني اعوضك عن العيشه دي، بس بشرط يا والدي تعهدني، تعهدني ان اللي جاي بيني وبينك كله نيتنا تبقى في الخير. اتفقنا؟ بس عصومه انا عشت حياه صعبه، ما عشتش حياه نظيفه. و بمحطه ان حضرتك ما عشتش حياه نظيفه، فباين يا والدي ان حضرتك ما عشتش حياه نظيفه ابدا. ولكن ربنا يقدرنا ان شاء الله هعيشك حياه نظيفه يا والدي. يا عصومه والدي انا دايخ، هستأذنك اروح المطبخ اجيب نص ليمونه. طيب يا شيخ اتفضل يا عصومه. انا يا والدي خريج معهد حاسب آلي. ما شاء الله، اشتغل ايه بقى؟ في التجاره، بستورد شويه سبح ومصليات وادوات منزليه من الصين. سبح ومصليات من الصين؟ امال ايه يا والدي، الصين دلوقتي بقت تعمل كل حاجه، كله بقى صين. ولما الصين عملت كل حاجه امال احنا عملنا ايه؟ احنا كسبنا كاس الامم الافريقيه 3 مرات على التوالي. انا كده اطمنت على البلد يا عصومه. انا من بقى نوم العواف يا والدي. بس بقول لك ايه، ان شاء المولى عز وجل هصحيك على اذان الفجر عشان نصلي جماعه. طبعا يا سلام، طبعا طبعا، امال ايه. بس بقول لك ايه النبي عصومه، لو لقيتني نايم قوي يعني سيبنا نام، علشان دي اول نومه من 31 سنه. عارف يا والدي، لو قعدت اوصف لك مدى سعادتي قعدتنا سوا على سرير واحد دي دلوقتي، لا يمكن اقدر اوصف لك مداها. لا اله الا الله، تصبح على خير. سيدنا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بسمك اللهم وضعته جنبي وبك ارفعه، فإن امسكت نفسي فارحمها واذا ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب. يا استاذ، يا استاذ انت بتعمل ايه؟ هنام جنبك يا ولدي. يعني السيدي يا ابني هياخدنا احنا الاثنين. يا ابويا، يا ابويا حرام عليك، ما تحرمنيش من لحظه مستنيها بقالي سنين. انا اول مره دلوقتي اعرف يعني ايه حضن الاب. ايوه يا ابني، بس انا بشخر وانا نايم. ما تخافش، نومي اتقل من المرتبه اللي شايلانا دي. وبرفص على قلبي زي العسل، وعندي تبول لا ارادي. مسك مسك يا والدي. شوف ازاي، عشان خاطري يا والدي، عشان خاطري. نعم نعم، ربنا يهديك. الحمد لله يا رب. يا عطف الاب، الكلمة اللي عمري ما عرفت معناها الا دلوقتي يا والدي. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. خير يا مولانا؟ سر الزيارة المفاجأة دلوقتي يعني. في أمر شديد الأهمية. أيوه يا مولانا، بس إحنا كنا اتفقنا يعني. قلت شديد الأهمية يا أخ عصام. اتفضل اتفضل يا مولانا. يا أهلاً وسهلاً. اتفضل مولانا. اتفضل اتفضل عزيز. بس يا والدي
دي انا قمت من النوم ما لقيتكش اتخضيت عليك. انا كويس، انا كويس بخير الحمد لله. اطمن. مين دول؟ دول مجموعه من اصدقائي واخواني قاعدين يعني بنتكلم مع بعض. يا ولد يا سلم عليهم. تسلم على مين بس يا ولد؟ يا ولد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرفني عليهم. والدي مولانا الشيخ سيف امير الجماعه، يعني الجماعه الاخوه اللي بنقعد مع بعض. يا والدي يا اهلا وسهلا يا امير. يا والدي انا بقول تخش تنام من فضلك. يا ابني انا مش عايز انام خلاص، انا قمت من النوم عينيا فنجلت. صحيح انا بقول برضو تخش تنام يا حاج. صباح علي خير. يا صباح الفل يا والدي. يا صباح الهنا. احلى فطار مستني حضرتك بره بالهنا والشيفه ان شاء الله. وحدوق اكلي هتدمنه، اصل محسوبك نفسه في الاكل ما شاء الله لا قوه الا بالله. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل. انت تعرف تطبخ على الصبح؟ امال ايه، محسوبك طباخ ماهر. انا كمان بعرف اطبخ. شفت بقى انها جينات، شفت انها وراثه. على مهلك حبيبي. عارف يا جرى يا والدي؟ عصام. انا طبعا عصام حبيبي، عصام ابني اللي انا فخور بيه وفرحان بيه عشان هقدر اعتمد عليه في رحلتي مع المرض. مرض؟ انت مريض بيه يا والدي؟ كفى الله الشر. اسمها انت مش مريض بيه يا ابني. انا تعبت، يئست خلاص من العلاج والادويه اللي صرفت عليهم كل اموالي. يا والدي أرجوك إن كان على المادة ما تحملش همه، يعني أنت مخلف راجل وأنا رقبتي سدادة ومستورة الحمد لله. يا ابني وأنا كنت محتاج كده 300 جنيه هديهم لواحد كان جايب لي دواء من البحرين. خلاص 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 خلاص، اعتبرهم في جيبك يا والدي. واللي التليفون الصغير ده المحمول، محمول اعتبره بيرن. روح إلهي ربنا يفتحها في وشك يا عصام يا ابن قلبي. إلهي ربنا ما يحرمنيش من الدعوة الحلوة دي أبداً يا والدي، ولا يحرمني من رضاك عليا. يا شيخ عصام، شيخ عصام. والدي هستأذنك لحظة واحدة. اتفضل يا حبيبي. على مهلك، على مهلك، على مهلك. ازيك يا شيخ عصام؟ الحمد لله أنا جهزت لك كل حاجة أنت عايزها، لحظة أجيبها لك. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا ما يحرمناش منك. يا هادي الهدى يا رب. كده كده. ولو احتجت اي حاجه تكلمني. ها اكيد يا شيخ عصام، ربنا يكرمك. على مهلك، على مهلك. كنت نازل. ها نفطر بقى. قول لي مين ده وايه الحاجات اللي انت اديتها له دي كلها؟ ده واحد قريب والدتي من بعيد، غلبان بعطف عليه واديله اللي فيه القسمه. الخير كتر من الخير يا والدي، هو اللي بيدوم. حبيبي اقعد افطر بقى قبل ما الاكل يبرد. دوق عمايل ايديا بقى. معلش يا والدي انا اسف، هنشغل عنك خمس دقايق، هبعت ايميل وافضلك على طول. تبعت ايه؟ رساله بريد الكترونيه. طب اقول لك ايه يا ادي عصومه، ما لقيش عندك مجله الشبكه، صياد، حاجه كده تطري على الواحد وهو بيفطر؟ الشبكه؟ هو ده ظنك بيا؟ الله يسامحك يا والدي. طيب تشرب شاي؟ لا متشكر، اصل انا ما بستطعمهوش من غير سكر. لا ما تشربه بسكر. ما ينفعش، الشر بره وبعيد عنك، انا عندي السكر. معقولة؟ انا كمان عندي السكر. اديني عرفت السكر جالي منين، واضح ان الجينات مقصله لسابع جد. بس انا خلاص يا والدي اتعودت عليه، عشره من يجي 15 سنه. قول لي يا عصومه، هو الكمبيوتر ده بقى صيني؟ زيه زي كل حاجه في البلد، صيني وعلى قد ايدينا يا والدي. وبتعمل بيه بقى؟ لا ده موضوع يطول شرحه يا والدي، ولكن بالمختصر المفيد انا من خلال الكمبيوتر ده بلتقي بمجموعه من الزملاء في العمل في كل انحاء العالم، بس وانا قاعد على كرسي ده. شفت؟ ده جاسوس. اعوذ بالله من غضب الله. جاسوس ايه بس يا والدي؟ انا هفهمك. دي مجموعه من المحادثات القانونيه والمشروعه في كل انحاء العالم. بص يا والدي، الكمبيوتر ده زي مصباح علاء الدين، تطلب تلاقي كل اللي انت عاوزه. أنا عايزه اللي أنا عايزه. أي حاجة، يعني مثلا على سبيل المثال يا والدي لو قررنا نبحث عن شخصية السميدة، تروح جاي هنا كده أهو وكاتب السميدة. سميدة؟ كل حاجة عن السميدة طلعت لك، شفت؟ قيس على ده بقى معلومات،
صور، أفلام. أفلام؟ ده مليان أفلام وثائقية يا ولدي، كل اللي عليك تكتب هنا وتدوس على الزرار ده. زرار ده؟ لحظة واحدة، انتظر الدنيا ما طرتش. لا مؤاخذة يا ولدي. اتفضل. سلام. مين؟ ماكوى. حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسابك كام يا ابني؟ 4 جنيه يا ابني. لحظة. سيك. اتفضل يا سيدي. 5 جنيه كمان اهي. شكرا يا مولانا. يا سافل. سافل؟ يا كلب. انا اعوذ بالله. قليل الادب. انا عملت ايه يا ولدي فيه؟ بتتفرج على افلام سكس يا عصام. انا هعمل كده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا لازم اولع في الجهاز الفاكر ده. تولع في مين؟ اولع في الجهاز ده يا ولدي دلوقتي. مش هقعد يا ولدي. ما اقدرش اقعد قدام الفسخ ده. اسمع بقى. اعوذ بالله. انت لازم تعلمني كل حاجة في الجهاز ده. لا انا لازم اعرف ابني بيعمل ايه. انا ما عملتش حاجة يا ولدي. معقولة انا هعمل كده يا ولدي؟ علمني. حاضر بس الاقي زرار الديليت. شيل الصورة النيلة دي. الاقي الديليت وبعدين اشيلها. ديليت. دلت. انت تمسك الفردة. الفردة بتبتدي تحركه لغاية ما السهم يبقى في الفراغ. تكليك تعمل ايه؟ كليك. بعد ما تكليك تكتب اللي انت عايزه. بعد ما تكتب اللي انت عايزه تعمل بقى. انا حصلي وارجع لك. متاخرش بقى على الصلاه. ها مش حاجه. زملائي واخواني في جيبوتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عصام عصام. ايوه والدي. هو انت بتكلم زمايلك في جيبوتي ازاي؟ الام اس ان يا ولدي. عايز اتعلم. مش هات وليدي لبسه ايه؟ العب يا اهلي. انا لازم اشوفك. السلام عليكم يا ولدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله. كل دي سجاير يا ولدي؟ كل دي سجاير؟ انت بقيت مدمن كمبيوتر قاعد عليه بقالك قد ايه؟ يعني هعمل ايه؟ طب يا عصومة الله، ما انا قاعد وحدي يا ابني. طب هعمل ايه؟ بس في الخير يا ولدي. اخسى علي. طبعا في الخير يا حبيبي. طيب تأمرني بحاجة؟ عشان انا خلاص على اخري، مش قادر، مطبق من امبارح وما نمتش ونفسي اغفل لي ساعتين. ادخل انت يلا نام بسرعه وريح يلا. طيب السلام عليكم يا ولدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ممكن اجي كمان ساعه؟ ممكن طبعا. عصام قوم يا حبيبي يا ابن قلبي. يا واد يا عصام قوم، عايزك في حاجه مهمه. خير يا والدي ان شاء الله. مرات عمك سيد شفه ده كان زميلي في السجن، عدت عليا النهارده وكانت عايزه قرشين. طب يعني هو الموضوع ده ما يستناش؟ لا ما يستناش. يستنى ازاي يا عصام؟ لا يا حبيبي ما يستناش. ده في رقبتك. قوم يتامى. يتامى؟ لا احس كده بقى يبقى توكلنا على الله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي يا رب. بسم الله يا الهادي. وما عندكش فكره يا ولدي الجماعه دي ساكنين فين؟ في العمريه. في العمريه؟ فين في العمريه؟ 57 ميدان الشهيد اوتومان. ميدان الشهيد اوتومان؟ انا اول مره اسمع عن اسم الميدان ده. ما عندكش فكره فين بالظبط يا والدي؟ لا يا حبيبي انا اسمع برضو عنه. ما تقلقش، طالما خير انا هلف عليه لغايه اما الاقيه. روح الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا كريم يا رب. يا عصام عصام اوعى تيجي من غير ما تلاقيهم. ما تقلقش، اول ما الاقي ميدان اوتومان هكلمك ان شاء الله على طول يا ولد. الله يخرب بيتك، امشي يما. تمام. ولما قربت معاد حبيبي ورحت انا ببص على ايه وانا عارف شكلها؟ Thank you.
الخير. مساء الهنا. متعرفش الاستاذ عادل ساكن فين؟ احب الانترنت. ايه ده؟ ده انت وزه صحيح يا بنت، يخرب بيت جمالك. بالتاكيد انت مش عدولة، انت بابا؟ لا خالته. اوه اولد فاشن. بقولك ايه، احنا بقى نقضيها اسطح وكيتزا. لا لا عيب عليكي، ما تغركيش الشيبه، ده انا هكتبك وصيتك. دي ساعة؟ اصلا انا بشتغل بالساعة، احنا ابتدينا بالظبط اهو الساعة 2 وتلت. ايه ده ده اسمه كلام؟ ومستغرب ليه؟ ايه شقتني مع الترام ولا لقيتني واقعة عند الكارتة وكيتز؟ ترام ايه وكارتة ايه؟ مالك؟ ارغرغي وهو كله بيضيع من وقتك. لا يا ست انت كده بتوتريني. عدول يا حبيبي، الأزمة الاقتصادية مؤثرة على العالم كله. لا 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 لا، ده انت مثقفة اهو. يا أستاذ أنا لسانس أداب، بس الزمن هو اللي غدر بيا. يلا الحمام فين؟ اخر الطرقه على الشمال، بس الوقت ده على حساب مين؟ مادام انا دلوقتي على ارضك يا حبيبي يبقى انت اللي تشيل الليله. اشيل الليله؟ اتغيرت يا نسوان. الله يرحمك يا نوسه الاستاذ. نوسه الاستاذ مين؟ لا دي من الرواد، كانت تقعد اسبوع واخرها خرطوشه سوبر. ضايع فوقتك ضايع. طب خش. يا والدي انا بقالي ساعتين في العمريه بلف على مدان اوتومان مش لاقيه. عمريه ايه بقى يا واد؟ الله، انا قلت كرموز. طب والله العظيم حضرتك قلت لي العمريه. لا انا قلت كرموز. طب اقول لك ايه، يلا بقى سلام سلام. خش على الخطير. استنى بس يا عم الخطير، مش نضرب لنا في الاول كاسين براندي عشان نسخن، ولا القعده بقى قرديحي بقى وكيدز؟ قرديحي مين؟ قرديحي مين يا بنت؟ الله. ده انت قاعده مع الانصر. يا سلام. صب 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 صب. بس صحتك يا عدوله. ما كفاية بقى يا عدونا عشان ما تقوليش القعدة وديعي وكتش كده. والدي حرام عليك، انا صاحي مطبق ما نمتش من امبارح. يا ابني كرموز ايه بس؟ انا بقول لك عزريطه. العزريطه والله العظيم قلت لي كرموز. طب يلا دلوقتي السلام. ده ايه الليله دي؟ بس بس بس، عامل ايه؟ انا اتولدت في ظروف سودا وكئيبه. انا فاكره وانا صغيره كنت بعيط طول الليل لاني مش لاقيه بطانيه اتغطى بيها. ابويا داب الحال فانتحر، امي اتحرقت، اخويا الصغير حاجه كده تفرح الله يرحمه اتكهرب في البانيو وهو بيستحمى. وبعدين بقى الله، هو كله احزان احزان، مفيش في حياتك لحظات سعيده؟ اسره عايزه ايه؟ عايزه فلوس. اصلي ما اخبيش عليك، بلم فلوس، في واحد ابن حلال هيطلع لي تاشيره ايطاليا، ما التاشيره دي اللي بسببها بتحوج كل يوم للي يسوى واللي ما يسواش. طب ماشي الله يسامحك. ما اقصدكش انت بالتحديد يعني. طب قولي لي بقى، انت عايزه تروحي ايطاليا ليه؟ اصلي بحلم بالاحتراف. يا سلام، الاحتراف. الاحتراف، هم لعيبه الكوره اجدع مني؟ على رايك. تصدقي يا بنت انت بنت حلال. اشك بس اشمعنى؟ انا هطلع عليك ميزه ايطاليا. وشرفك؟ طب ازاي؟ لا ازاي، دي بقى بتاعتي انا، انت اصلك ما تعرفينيش. قولي لي الاول، عندك باسبور؟ في البيت. تصدقي يا بنت انت امك داعيه لك. امي؟ ده امي لما ماتت ابوس ايد امك. سيبك بقى من حقيبه الذكريات دي.
تعالي يا بنت نعوض اللي فاتنا كده تبرد. ابرد ايد، انا لو لمستك احرق. يا واد يا ويلة، طب قوم بينا. السلام عليكم ورحمه الله. ابني ايه ده يا واد؟ ايه في ايه؟ عامل ايه؟ هاتيلي هاتيلي الحاجات الزبده دي. حظك الاسود يا فوزي. مش تخبط يا واد قبل ما تدخل. انا ما اعرفش يا واد ان عندنا حد. والله هي ليله سودا. يلا تعالى اتفضل ادخل. حاضر 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 يا والدي. انا اسف والله، ما اقصد اضايق حضرتك. انا بس يعني ايه ده؟ مين الاخت يا والدي؟ اعرفك يا سيدي. بوسي. بنت عمتك. الاخت بوسي وبنت عمتي؟ ايوه بنت عمتك وكده. يعني انا بقى ليا عيله وعمه يا سعدك يا هناك يا عصام، يا الف اهلا وسهلا. يا الف اهلا وسهلا يا اخت بوسي. انما عمتي ما جتش معاك ليه؟ تشرفنا ونتعرف بيها ونقعد معاها ونبقى عيله يعني. عمتك عمتك يا عيني. هجرت اطاليا. هجرت اطاليا ليه؟ لا قول لي الاول. انا مش هقول لك ما ترجعش الا لما تطمني على العيال الغلابه دول. والله العظيم دخت في العمريه وفي كرموز على ميدان اوتومان ما لقيتوش. اكيد ادوك العنوان غلط يا ولد. عموما انا هجيبهم لك من تحت الارض، ما تقلقش. سيبك من الموضوع ده بقى ونرحب بالاخت بوسي. اشربي ايه؟ ها ما هو شربني. شربك؟ طب حس كده بقى، يبقى عاشور النهارده موسم. كل سنه وانتم طيبين وانا عاملها بايدي. لحظه بقى، البيت بيتك يا اخت بوسي، انت شغالي بقى، احضر لكم العاشوره واجي على طول. يا ريت عاشوره. بقول لك ايه، انا مش فاهمه حاجه، انا هخلع. تخلعي ايه؟ تخلعي ايه؟ ده انا ما صدقت لقيتك. وبعدين يا عبيطه، هو انت ناسيه ان انا هطلع لك التاشيره؟ خدي 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 اخر فلوس معايا بس ابو سيدك. وقفي قلت الزمن دي بقى. ماشي. اللهم ادمها نعم واحفظها من الزوال يا كريم. انا اقول لك يا والدي اللي بيحصل في العرب اليومين دول ليه؟ غضب ربنا، غضب ربنا علينا يا والدي. عارف يا والدي احنا محتاجين ايه؟ محتاجين صلاح الدين الايوبي من تاني، سعد بن ابي وقاص، محمد الفاتح، خالد بن الوليد. محتاجين رجاله يا والدي. احنا محتاجين ننام يا عصام، محتاجين ننام. ان شاء الله بكره هنبقى نتكلم في موضوع صلاح الدين الايوبي. هات ايدك يا حبيبي، ايدك يا بنتي. يلا يا موسي يلا. يلا يا خاله، انا نعسانه قوي. احنا بس على فين لمؤاخذه؟ يعني ياخد موسي يفرش لها بقى جوه على الارض في الاوضه عندي. ده كلام بنت عمتي ضيف علينا، يعني هي تنام في اوضتي؟ نعم. ما هو انا هنام جنب حضرتك زي كل يوم. ها جكاوة جكاوة يا عصام، مش هقوس على طول بعرض جوه. خلاص ما حبكش غير الحق اللي بنام فيه. خليك حليم يا والدي، خلاص ما تزعلش نفسك. هي تنام في الاوضه وانا انام في الصاله. بردون يا خالو، لو كانت يعني مجيتي على غفله عملت ازمه يعني وكده. تعملي مناش فيها فاتن حمام انت اخرى. خلينا نشوف اخرتها في الليله المنيله اللي احنا فيها. الاخت بوسي دي فاطمه وبنت عمتي، انت كده بتحرجها، مع اننا لازم نكرمها. ما انا كنت اكرمها. ما يصحش يا والدي، ده واجب عليا انا اكرمها واكرمك. في حاجه يا والدي؟ الثلاجه فين؟ انت تعالى يا حبيبي. أول مجموعة أول مجموعة الضغط خلصت الحمد لله. الرياضة إصلاح شيء مهم جدا. ده أنت اللي جبت لي الضغط. أنا كان عندي عضلة البنش إصلاح ضعيفة وراسيا، ما أنت برضه البنش عندك ضعيف يا والدي. السلام عليكم يا والدي. يا ابني أنت إيه اللي مصحيك؟ مش أنت مطبق وعايز تنام؟ ما أنا إن شاء الله كنت داخل أنام أهو. إن شاء الله. إن شاء الله يا والدي. وايه الأوضة دي؟ إيه اللي فاتحها؟ أنا ما شفتكش فاتحها قبل كده. مش مهم مش مهم يا والدي، دي أوضة فيها شوية كراكيب، ما تلزمكش في حاجة وما تشغلش بالك بيها. يعني أنا كنت مصيبة لك كم بتجيب نسوان يا عصام. أعوذ بالله، أنا هجيب نساء في الأوضة ليه يا والدي؟ نسوان يا والدي. يا والدي ما تفرجش علينا المك. يا والدي يا أبويا من فضلك. أنت فاكرها إيه؟ الحياة انحلال في انحلال في انحلال. إيه ده؟ انت فنان يا واد يا عصام. الله استغفر الله العظيم. يا واد يا عصام. يا والدي انا عارف ان انا برتكب معصيه، بس والله العظيم والله العظيم دي الحاجه الوحيده في حياتي اللي مفتون بيها. حاولت ابطلها بس مش عارف، غصب عني بلاقي نفسي مدوه، ايدي ماسكه القلم والورقة و...
ارسم غصب عني. غصب عنك ايه يا واد؟ ده انا اول حاجه قلتها وانا داخل، الله يا ربنا جميل يحب الجمال. ايوه يا ده عصوم الرسم الجامد ده امتى؟ بصراحه اول امبارح والدي وحضرتك نايم بالليل انا تسللت في صمت كده وقعدت اتامل في وشك ورسمتها لك. يا واد يا عصومه انت ايدك تتلف في حرير، انت ممكن تكسب دهب. انا عمري ما فكرت ابيع لوحاتي يا والدي، اعوذ بالله من الفلوس اللي تيجي من ورا المعصيه. معصيه؟ معصيتي يا واد؟ انا ما نفعنيش في حياتي غير الرسم. جدك يا جدك كان رسام كبير قوي قوي قوي. جدي انا؟ جينات يا عصومه، جينات يا علا. انت فين؟ ما جيتش ليه؟ يخربي مش لاقي سرنجه. الله الحقنا يا ابني، معلش معلش. الف سلام عليك يا والدي. وبعدين انتوا مش ناويين تفطرونا بقى ولا هنقضيها عاشوره بقى وكده؟ لا 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 لا، ازاي ازاي يا شيخ عصام؟ ما تنزل بقى حبيبي بقى، جبت لنا كده فطار طري، شويه فول شويه فلافل. تحت امرك يا والدي، بس لو ممكن اتعبك معايا بصراحة أنا نفسي نكمل كلامي أنا وأنت، فيا سلام لو ننزل لو أنت نجيب الفطار. حاولت حاولت وبقالي سنين يا والدي بحاول إن أنا أتخلص من موضوع الرسم ده، مش عارف غصب عني بلاقي إيديا سحباني كده ورايح ناحية المرسم وعمال أرسم أرسم. يلا يا والدي نمشي من هنا دلوقتي حالا. ليه يا ولدي ليه؟ شايف الراجل اللي هناك؟ ظابط مباحث. يلا يا ولد يلا. على طب وانت خايف من المباحث ليه؟ يلا وبعدين هفهمك. يلا لا لا اه اوه فين يا جدع؟ عندي استنى استنى عندك. استغفر الله العظيم يا رب يا سامح فيها اهو. اسمع مين؟ كنا بيحصل حاجه هنزلوا نموت دول. خد بالك كمان خد بالك. مش انت لوحدك اللي اتسجنت يا والدي، انا كمان اتسجنت كتير. ما تستغربش اتسجنت كتير، ومستعد احلف لك ان اللي انت شفته في السجن كوم يا والدي، واللي انا شفته في المعتقل كوم تاني. ازاي بقى؟ انا اتعرضت لابشع انواع التعذيب والاهانه. ايه ده؟ انت كنت حرامي؟ حرامي؟ ما كانش حصل لي اللي حصل لي لو كنت حرامي. انا كل مشكلتي ان انا كنت بصلي الجمعه في جامع الشيخ اللي كان فيه كان شديد شويه. ما انكرش ان انا ساعات كنت بروح احضر دروس دين، ولكن من باب التقرب الى الله والعلم بالدين ليس الا والله. لحد ما البوليس جه في يوم كبس على الدرس ولم كل اللي موجودين واتخذت انا في رجلين. 13 يوم يا والدي مغميين عينيا، اسئله وتحقيق صبح وليل. وهناك اتعرفت على الزملاء وقربت من افكارهم يعني وعاشرنا بعض. الشيوعي؟ ده منظر شيوعي يا والدي. معلش يا ابني ما وسطك، كل حاجه اتبدلت وتغيرت ما بقتش فاهم حاجه. انت عايز الصراحه؟ أنا عضو في تنظيم سري يا والدي هدفه النهوض بالدولة الإسلامية من مركزها في أفغانستان. أفغانستان؟ والتصدي للهيمنة الأمريكية والفكر الصهيوني. يعني أنت يا واد عايز تقول لي إن أنت وشوية العيال اللي بيجوا لك دول هتتصدوا لأمريكا؟ بعون الله، بعون الله يا والدي هنتصدى. طيب. طب بص يا عصام، أنا هتكل على الله أروح أنا، وأنت يا حبيبي ادينا لك يومين كده بس لحد ما الدنيا تهدى. لا 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 ما تخافش، ما هو البوليس ما يعرفش عنوان البيت اللي احنا فيه اصله جديد. انت عبيط يا ابني. هي 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 في عناوين بتخفى عن المباحث. طلعني انت بس كده الله يبارك لك سليك لي قد 100 جنيه ولا حاجه عشان بس تحدد الحاجات والاحتياجات، انت فاهم طبعا. 100 جنيه ما اعتقدش ان انا معايا اكمل يا والدي، يعني انا معايا 50 يعني. لا انا اسف والله. يا حبيبي يا حبيبي. كويس انك جيت قبل ما امشي. انت ايه جايبني هنا تخللني؟ وبعدين فين الفطار يا اخويا؟ يا بنت مادي ده ربنا ستر، مش مهم فطار، المهم الجو خللنا والوزه هتتحمر. استنى بس هات فلوس. الله يا بنت، وانا مش هطلع لك التاشيره؟ لما تبقى تطلعها لي انا هبقى ارجعهم لك. يا انت سفاحه يا ساتر.
ايه مالك في ايه بتبصي لي كده ليه؟ اصلك بتفكرني بجوز خالتي. اشمعنى؟ اللي فكر في وشه الانبوبة. لا انت عبيطة، لا مش وقت انابيب خالص خالص. يلا يا بنتي استنى بس. يلا بس انت هتاخدني على الحامي كده؟ ما يا بنت هتعملي ايه؟ اولعها لك. ولع. هاي 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 يما من ناس يما يما كله بنفس والندالة دي حالة عامة امتى نتحسن ده اللي في الوش بان حبيبك يلف ويقسم يما من ناس يما هاي 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 انت جاهز انت جاهز اه لا اله الا الله في ايه يا ولدي في ايه خير في ايه خير في هيتقطع لا اله الا الله ايه اللي حصل وقع في الشارع ولاد الحلال جابوا لحد هنا لا انا سامع صوته والخط وراح سقطه وانت سايبه يا اخت ابوه سيبته مين دكتور انا هتساعد امسكي انا هجيب دكتور دكتور يا ناس دكتور يا اماره اكيد لينا جار طبيب اكيد لينا جار طبيب استر يا رب سلامتك يا ولدي سلامتك خير يا دكتور ما تطمنا اطمن يا شيخ عصام والدك كويس بس ضغطه عالي شويه وده طبيعي بالنسبه لسنه هو بس يرتاح شويه وهيبقى كويس بعد كده ان شاء الله الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله انها جت على قد كده كتر الف خيرك يا دكتور كتر الف خيرك اتفضل استودعكم الله مع الف سلامه السلامه يا دكتور هوصل الدكتور وهاجي لكم على طول اه يا صايع ده انت تنفع ممثل طب ما تيجي نمثل مع بعض المختصبون اوعى كده انا اتشقمت من العلاقه دي اصل الحاجات دي قرف يا عبيطه كل تأخيرة وفيها تأشيرة النبي شكلك بتثبتني ولا هتعمل لي حاجة أنا بثبتك؟ طب أنا دلوقتي هكتب لك على شوية حاجات هتنزلي تجيبيهم والنهاردة ورقك هيخلص أنت هتعمل إيه؟ لا بقول لك إيه أنا ماليش في المضروب تصدق أنت اللي مضروبة في قلبك طب بس الواد ابنك جه ألف سلامة يا خالو الحمد لله إحنا نحمد ربنا صحتك زي البومب يا والدي أبوك تعبان يا صاح أرجوك ما توهمش نفسك أنا الدكتور طمني الحمد لله كنا فين وبقينا فين بس انا ليا طلب عند الاخت لوسي لو تسمح لي اتجاوز واطلبه منها يعني كاسره وكعيله خير يا ابن خالي لو ينفع تقعدي معانا يومين ثلاثه تراعي خالك نص دينك يا عصام بس احنا ما اتفقناش على القعده كل ده يا بنتي ما كله بتعمل اه كده ماشي بس لو ينفع اروح البيت الاول اجيب كام غيار عشان لو القعده طولت وكده يا سلام اصيله يا بنت عمتي بجد اصيله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والنبي تاخد بالك منه لحسن يبوز منك حبيب قلبي حبيب قلبي إيه ده؟ أنت اسمك عصمت؟ أيوة أمال إيه بوسي ده؟ ده الاسم الحركي بقى وكده طب يلا قصر بس لحسن ابنك ياخد باله انا هطلع اشغله لحد ما تخلص على عيني عملت ايه؟ عملتش حاجة ايدي بترعش معرفش دي
يا نهار اسود منيل بترعش امال عامل لي فيها الشحات مبروك ليا يا اخويا امادي يا بنت دي حالة عرضة انا صحتي ما جاتش على قعده هنا لا يا اخويا ده حظي الاسود انا عارفه نفسي طول عمري فقريه ومنيله ب 60 نيله بس بقى سيبيني انا هحاول تاني انا يا مجدي انا الانصر ايدي ترعش وانا بضرب فيزا ايدي كانت ولا ميزان الدهب والمصيبة امبارح جات لي فرصة استفرد في البيت يظهر يا مجدي هعيش بقيت عمري زي فردة الكاوتش النايمة أنا كنت همشيها يا مجدي بس أنا قلت القرشين اللي هيطلعوا لنا من جواز السفر بتاعها حلوين وهما اللي هنرجع بيهم السبايك وبعدها لك يا عم المتأمل ينفع تفضل مقعدني جنبك كده واحنا في عز السيزون يشوفك كده يقول قاعدة شكك ما انت فحتاني في الطلعة والنزل تقولش تعبان فيهم ربنا يا اخويا يخلي لك المحروس ابنك مسعد تصدق انك عمارة ده انا مفيش اتعس مني في الدنيا كلها ليه بس كده يا اخويا لو النبي تصدق صعبت عليا بقول لك ايه انا هستجدع معاك اهو وادي الستوب واتش اهي وقفناه احكي بقى يا عدوله ايه اللي مزعلك انا بقالي اسبوع مواظب على حقن الفيتامين اللي كتب لي عليها الدكتور برضه مفيش فايده لسه ايدي بتترعش طب انا جت في دماغي فكره كده فكرة ايه؟ أنا خدت بالي يوم ما دخلت عليك الأوضة دي إن ابنك فاجر في الرسم وإن إيديه حلوة ما تقنعه أنت مجنونة مستحيل يوافق والله بقى يا أخويا بخبرتي الحياتية في الشقق المختلفة شايفة إن الزن على الودان أمر من السحر يا بنتي ده ماشي مع عيال غسلين ومخه الصنف ده أنا عارفاه كويس سيبني بس تكتكلك أهلا 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 يا ألف أهلا وسهلا منور يا أستاذ جزاك الله خيراً ألف سلامة عليك يا حاج والله يا والدي الأخ سيف أمير الجماعة لما عرف إن حضرتك بعافية شوية أصر وصمم إنه يجي يزورك بنفسه حبيبي 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 يا سلام أنا ابني قلبي بيتشرح لما بشوف حد منكم أمال فين بقية الأصدقاء وكده يعني معتكفين بسم الله ما شاء الله بنتي يا موزي وأمورني يا خالو قومي يا بنتي اعملي لنا لقمة علشان الأمير ياكل من عينيا يا خالو أخ عصام ممكن أروح دورة المية؟ اتفضل كنت عايزك في كلمتين يا عصام اتفضل يا ابني انت مش غريب ما تتكسفش الكباني اخر الطرقه اتفضل يا بركتنا يما الناس يما كله بنفس والنداله دي حاله عامه امتى نتحسن ده اللي في يا لهوي يا والدي انا مش فاهم ولا كلمه يعني يا عصام في ايه حرام عليك يا مجرم يا حيوان انت بس حرمه البيت ومع مين؟ مع بنت عمتي يا مولانا انت ست يا عصام يا اولاد بالراحه يا امير بالراحه يا ابني لا يا ابني حرام عليك حرام عليك يا واد اعتبره زي اخوك ده بعدين الله يا حقير يا مدعي الايمان يا مدعي الايمان يا عصام مدعي الايمان اخرج من بره بيتي يا قذر انا اهو انا يا ابن خالي بس يا ابن الحق هعيد حاجه هعيد حاجه قسما بالله لو عندي سيف وعقبت عليك اهدى بس قسما بالله بس 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 اهدى بص في ايدك بس بس
كويس يا صاد، عرفت بقى ان ابوك كان له حق وله نظره. انا مش مصدق اللي حصل يا والدي. سيف، سيف ده كان اكتر واحد ملتزم فينا، ده كان مثلي الاعلى وقدوتي. هتجنن والله، هتجنن. يعني كل ده كان كده كده؟ تصدق انت اللي هتجنني؟ الله يخيبك يا ادفو لنفسك، ده علم هياصة. افغانستان ايه وامريكتي ايه اللي عايزين يضربوها؟ عليا النعمة، العيال دي لو نزلت بكوس لها تتسحل. اعتذر يلا بنت عمتك، اعتذر، احمد ربنا انها جت على قد كده. انا اسف يا انسه بوسي، وارجو انك تسامحيني وتقبلي اعتذاري. ده ابشع موقف تعرضت له في حياتي. قول لي يا صاحبي، نويت على ايه؟ بصراحه مش عارف يا والدي، مش عارف افكر وحاسس اني تايه. دي مش محتاجه تفكير، انت لازم تقطع علاقتك بالعيال دي. يا شيخ عصام، يا شيخ عصام، انا اذنكم ثواني. تعجبيني يا بنت، احبك وانت شريفه. اوعك كده. ايه ده، الف سلامه عليك. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. ادول معاك. ربنا يبارك لك يا رب. ده مين ده الاخر؟ ده واد بيعطف عليه. ياما كان نفسي الاقي حد يعطف علينا كمان. قربت قربت، هعطف. امتى؟ قلت ايه يا والدي؟ الموضوع مش بالسهوله اللي انت متخيلها دي، وبعدين مش معنى ان في واحد فاسد يبقى كل الاخوه فاسدين. الله، وفرضنا سبتهم هنعيش منين يا اخت بوسي؟ احنا مصاريفنا كتير، وانا عايش على الشهريه اللي بتجيلي من بره من الاخوه. يعني الموضوع بالنسبه لك سبوبه بقى وكده؟ الله يسامحك يا اخت بوسي، انا ما انكرش ان انا مش مقتنع بكل افكارهم، ولكن في جميع الحالات انا شخصيا ماشي في طريق الخير، مش عيب ان انا اتكسب من الدين. احنا في مكان نقاش دلوقتي، واجي عصام انا خدت قرار، والا والبورصه بالعباس، والبورصه بالعباس هنسيبك يا والدي. بس انا مفيش بس، واذا كان على الشغل خلاص، انت هتشتغل مع ابويا. اشتغل مع ابويا؟ اشتغل مع ايه بالظبط ان شاء الله؟ في الرسم. رسم؟ لا 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 يا والدي مستحيل، واظن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. بس ده رسم من نوع تاني. رسم من نوع تاني؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. اوعي يا اخت بوسي يكون اللي في دماغي، اوعي وحزان. يا واد افهم بقى، انت ربنا اداك موهبه ميزك بيها، استغلها بقى. استغلها في ايه بس يا والدي؟ في النصر، في التزوير. ومين اللي قال انه تزوير؟ اسمه تقليد. تقليد؟ تقليد، امال ايه؟ فين يعني؟ يا والدي ارجوك ما تلخبطليش مفاهيمي، انا مش ناقص. طب بذمتك انت عصوم، الحاجات يا واد اللي انت بتتاجر فيها دي كلها اصلي؟ يا حبيبي، يا حبيبي، احنا بقينا في زمن ما بيفرقش ما بين الاصلي والمضروب. ايوه يا اخويا، وكله بقى مضروب. يا واد انا ما بقولش اي كلام، صدقني انا موهبتي دي ياما جابت خير لناس كتير. اسمع كلام ابوك. وانا نفسي انت تكمل المسيرة وعلمك حاجة قبل ما اموت. اسمع كلام ابوك. تعلمني ايه بس يا والدي بالظبط؟ العطاء، عطاء بلا حدود. اسمع كلام ابوك. يا واد، يا واد، يعني وانت مستكتر على ابوك يشوفك بطل؟ ما تسمع كلام ابوك. يا واد انت هتبقى ولا روبن هود. اسمع كلام ابوك. اسمع بقى، طاعة الأب من طاعة الرب. اسمع كلام أبوك. يا واد أنا عايزك تبقى أحسن واحد في الدنيا. اسمع كلام أبوك. أبوس إيدك. اسمع كلام أبوك. بقى. اسمع كلام أبوك. مش قادر. من طلعة الشمس أنت لازم تبقى إنسان، وأول حاجة تعملها تحلق دقنك. لا، دعني، لا، مش هحلق يا ولدي. تقلع اللبس اللي أنت لابسه ده، وتلبس اللبس اللي أنا جايبه لك. لا عمر، والنبي عمر، فضلك اوعي ايدك. عشان الحكومة تشيل عينيها من عليك لازم سمعتك تبقى وسخة.
انا يا والدي سمعتي تبقى اللي انت بتقوله ده؟ اعوذ بالله. هو احنا سكنين بجد؟ ده تمويه يعني وكده؟ ايدك من فضل حضرتك يا اكتبوسي، انا مش مستاهل. بقول لك يا عصوم، انا عايزك بس تعديني الحته دي. الله يخليك، الله يخليك. وقبل ده كله تتعلم اصول الصنعه. صنعه؟ ايوه صنعه. غلابه كتير وجيرانك في المنطقه عصوم هيحتاجوا مساعدتك. لا حول ولا قوه الا بالله. تمام. وبكلوه ايدك بقى زي البت كده. كلوه ايدي؟ خوفي كلوه ايدي دي اللي هتتشوي في جهنم. موظف غلبان وشقيان على عياله، عايزين نطلع له شهاده صحيه يا استاذ عصام. ست غلبانة عندها 70 سنة ووحدانية، عايزين تعمل لها ورق تطلع بيه معاش. معاش؟ سواق نقل ومدوخينه في المرور، عايزين نطلع له رخصة. يا والدي أنا مش مرور محرم بيه. أنا عندي كوم عيال. كوم عيال؟ صورتين أربعة في ستة. مرات البواب. السباك اللي تحتنا. الفكهاني. الجزار. البقال. ابن البواب. لا ده كتير، ده كتير. استغفر الله. طيب دلوقتي دول عملوا 1000 جنيه. معلش بقى عصومة حبيبي، انا هديك مياية بس عشان انا اصلا هعمل تحدي. خليهم يا والدي، والله انا ما عارف الفلوس دي حلال ولا حرام. قاعدين خربين الدنيا انتوا الجوز، وعاملين اللي فيها مسجلين خطر عشان في الاخر 1000 جنيه عمش. انا بس بجر رجله يا حمارة. طب يلا قول له بقى. فندي مستني. عصومة حبيبي، في الحقيقة يعني كان في شغلانة كده كنت محتاجك فيها بس مأجلها من فترة. حالات إنسانية يا والدي زي ما اتفقنا، أبوس إيدك. عصومة، إحنا ما بنشتغلش غير في الإنساني. بص بقى يا والدي، أنت عمتك الغلبانة دي مرمطوها عشان يودوها لأمها إيطاليا. طلعوا عينيها عشان يدوها التأشيرة بتاعت إيطاليا. عصومة، تأشيرة إيطاليا اليومين دول اختلفت تماماً عن تأشيرة إيطاليا على أيامك يا والدي، لأن معظم الدول الكبيرة بقت تعمل احتياطاتها من كتر ما اتكررت عمليات التزوير بشكل كبير لا تتخيله. يعني صدقني العملية معقدة جداً. يعني هي جت على حظ أمنا وبركة. يا بنت استني يا بنت، إن شاء الله ربنا يسهلها. عصومة بس يجي يدوق شوربة الكوارع دي مع شوية العكاوي دول وهيبقى صاروخ زي أبوه. بلانينا. بقى عصومة. انت يا واد عرفت الحاجات دي ازاي؟ تعالى بقى. بصراحة يا والدي، والمرة دي هقولها لك صريحة يعني، مش هلف ولا حضور. أنا كنت المسؤول الأول عن شبكة المعلومات والاتصالات في التنظيم. ومن واقع خبرتي بقول لحضرتك انسى. طيب كل يا والدي. وأنا من واقع خبرتي بقول لحضرتك مش هنسى. شغلانتنا يا ابني مش رسم وتقليد وخلاص، لا، شغلانتنا فكر. فكر؟ يعني تفكر وتخطط وكده. ايوه، لازم تفكر ازاي تلاقي حلول وبدايل لاي حاجه تقف قصادك، وتكون طريقه تفكيرك صعوبتها في سهولتها. ايه؟ صعوبتها في سهولتها يعني تدور على حلول وتفاصيل سهله جدا واضحه جدا، بس عمرها ما خطرت على بال حد، وهو ده سبب صعوبتها. صعوبتها في سهولتها. يا والدي استنى، انا خلاص لقيت حل لمشكله التاشيره. احنا هنفتح لها حساب ب 1000 جنيه ونطلب جواب بالحساب اللي احنا فتحناه ده. هتفتحي الحساب بكام حضرتك؟ 1000 جنيه حضرتك. وبعدين نسكان جواب البنك ده ونروح جايين هنا على الخانه اللي فيها الرقم ونزود 3 اصفار، فال 1000 جنيه مصري تبقى بقدره قادر مليون جنيه مصري فقط لا غير. بس انت ازاي هتقلد الخط ده؟ صعب قوي. انا لا هقلد ولا في خط من اساسه يا والدي، التقليد ده كان على ايامك، دلوقتي كله بالكمبيوتر، هنكليك هنا
وننقط ثلاث نقط. احنا لسه هننقط. يا اخت بوسي يا اخت بوسي من فضلك سيبينا نركز وهنروح عند الله حجه اراضي واطيان. يا ابن اللعيبه، وانت عايز تطلع لها تاشيره بشكل قانوني؟ صعوبتها في سهولتها. عصومه عصومه حبيبي، في الحقيقه يعني انت بتطبق اول درس اديته لك بمنتهى السرعه. يا عم ارفع الضغطاوي، مش وقته. طب انا عايز افهم، يعني هم هيطلعوا التاشيره لاي حد كده بالسهوله دي؟ يعني واحده عندها مليون جنيه وعندها اراضي واطيان، مش هيدوها التاشيره ازاي يا اخت بوسي؟ الله، انا هبقى معاكي كلمه بكلمه ورد برد يا انسه بوسي. اوعي سمعت البلوتوث تقع من ودنك. ها، شيلي ايدك، شيلي ايدك. رعاية الله. يا الف نهار ابيض. الف مبروك، الف مبروك يا اخت بوسي. تقدري بقى تسافري وتشوفي عمتي وتبوسي لي ايدها كمان. عيب عليك يا واد، بس برضه هيفضل معايا. يفضل معاك؟ يفضل معاك بتاع ايه بقى ان شاء الله؟ لا دي جنني دي ولا ايه؟ انت يا بنت مش كنت عايزه التاشيره؟ ادينا جبناها لك خلاص. عايزه ايه بقى؟ دي غريبه قوي، دي غريبه قوي. لا اله الا الله. سيب لنا بقى الباسبور نسترزق بيه شويه ونرجعه لك على طول. نسترزق بيه؟ انت ناوي تعمل بيه ايه تاني يا والدي؟ الباسبور ده عليه تاشيرته، يعني بحركه صغننه نقدر نسفر بيه خمس ست زباين ونكسب قرش حسن. استغفر الله العظيم، انا مش فاهم. باسبور واحد هتسفر بيه خمس ست زباين؟ طب ازاي؟ هفهمك يا سيدي. ادي الصفحه اللي فيها الصوره. احنا هنفك الجيلاتينيه وهوب نغير الصوره وخلاص. وتسفر واحده تانيه بدلها؟ يا سيدي واحده او واحد مش فارقه. انت ناسي ان بنت عمتك اسمها عصمت؟ يمشي حريمي ورجالي. يا حلاوه، واخدونا بقى بعد كده لف فيه السندوتشات. سندوتشات ايه بس يا حمار؟ ما انت في كل سفريه هيبقى لك فيها نسبه. طب وانت تضمن منين بقى ان اللي هياخد الباسبور يسافر بيه هيرجعه تاني؟ قبل ما الزبون يسافر هجيب ابوه وامه اوضيه على وصله امانه تقيل قوي عشان اضمن ان الباسبور يرجع. يا والدي انت عايز تقنعني ان اللي حضرتك بتقوله ده في الخير؟ اكم من غلابه غرقوا في البحر وهم عايزين يطلعوا من البلد بطرق غير شرعية. مش دول بقى أولى إن إحنا نطلعهم رسمي ونحابي عليهم. ها؟ يا سخت. تمام. خد يلا الإبرة دي، دبها هنا كده عند الاسم واطلع لي بالجيلاتينة. يا سلام يا سلام، يلا بقى حط الايدين. طب الدنيا انا اشيل صورتي معايا لا تضيعوها. ده احنا غيرنا الصوره اللي على الباسبور، فكر لنا بقى يا حلو ازاي هنغير الصوره اللي على التاشيره. التاشيره عليها علامات مائيه كتير بس الصوره معلهاش. نشوف بقى مكره القنصل هتنفع ولا مش هتنفع. كده بقى مش فاضل غير اننا نسكان الصوره ندخلها على الكمبيوتر نعمل لها شويه رطوش ونطبعها ونحطها مكان صوره التاشيره. ها ايه رايكم؟ حلاوه عفارم عليك يا ابن القنصل. معلش يا ام رانيا، ده وصل امانه صغير ب 30,000 جنيه هتمضلنا عليه لغايه ما رانيا توصل بالسلامه وتبعت لنا الجواز باي طريقه. يا خرابي بقى، عايز نمضي على وصل امانه وب 30,000 جنيه؟ انت عايز توديني في داهيه ولا ايه؟ طب بص يا ام رانيا، انا حمدي بدل حضرتك، بس وحياه رانيا وحياه ابو رانيا ما تجيبي سيره لوالدي. اتفقنا؟ والنبي يا اختي خلي رانيا تحطه في عينيها. بعد اذنك يا حاج ميمي، امضى صغيره على المبلغ البسيط ده. لا انا ما امضيش، انا حلت حاجه عشان امضي. خلاص خلاص، انا حمضي لك انا. صحيه اغلى حاجه عندك، اوعى والدي ياخد خبر. ماشي.
زفت يا خاي يا هبل يا عبيط. اربع جوازات سفر يسافروا وما يرجعوش عشان طبتك وهبلك. انا اسف يا والدي، هتصرف هتصرف وهرجعهم لك والله. هترجعهم ازاي؟ اتفضل. هتصرف هتصرف والله. حاضر هتصرف. الو ايوه يا ابو رانيا، ينفع كده اللي عملته معايا رانيا؟ ايوه يا ام احمد، يا ام احمد من فضلك خلي احمد يبعت لي الباسبور، ما يصحش كده. ايوه يا حاج مين، بالنسبه للباسبور ضاع منك؟ ضاع منك ازاي يا حاج ميمي؟ يلا اعمل ايه انا مع والدي دلوقتي؟ اعمل ايه انا مع اللي بيجيب الزباين دلوقتي؟ هكلمك تاني يا حاج ميمي. اقول له ايه؟ اقول له ابني عبيط اهبل ها؟ بيضيع الباسبورات بتاعت الناس؟ يا بنتي يا صبتك السودا يا بوسي، ضيعت لي جواز السفر بتاعي. ما تخافيش يا اخت بوسي، انا هحضر ورا ابو رانيا لغايه ما رانيا ترجع باسبورك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يعني ضيعته لي؟ يا رب اعمل ايه يا رب، انا عارفه نفسي طول عمري فقريه. والله يا اخت بوسي ما كنت اقصد. ما كنتش تقصد يعني ايه؟ ده احنا حتى ما لحقناش نعمل قرشين. حرام عليك حرام عليك يا ابني، انا مش عايز اتبهدل في اخر ايامي. والله ما عاش ولا كان اللي يبهدلك وانا عايش يا والدي. ما تخافش انا هتصرف. ما بديهاش بقى، ضرورات تبيح المحظورات، سامحني يا رب. ها شفت القصر يا والدي؟ ايه الوباهه دي يا علي؟ ايه رايك يا والدي؟ مذهل مش كده؟ يا خرابي الا مذهل ده شيب. اي خدمه. ولسه بقى يا والدي لما تعرف الحدوته اللي ورا القصر ده هتعرف انك خلفت راجل ان شاء الله. السلام عليكم يا شيخ عصام. ده الواد حسنين، حسنين قريب امي فاكرينه؟ حسنين قريب امي ده بقى ابوه كان حارس القصر اللي عاجبك ده يا والدي. حكى لي ان القصر ده كان بتاع باشا من باشوات زمان بتوع الخمسينات. حلو قوي. مات الباشا ورثوه عياله، ولدين وبنت، طاهر وجمال الولدين، والبنت الأخت نادية، اسمها نادية. نادية هجرت كندا من 30 سنة وما بتنزلش مصر خالص. يا حسرة عليا. أما طاهر وجمال فعايشين في القاهرة، حالتهم تصعب على الكافر. طاهر عنده مرض نادر يا ولداه، محتاج مليون جنيه عشان يتعالج. مليون جنيه؟ عمل إيه بقى طاهر وجمال؟ وقعوا على مليونير لبناني اسمه ميشيل الصفتي. اسمه ميشيل إيه؟ الصفتي. وروا له القصر وأقنعوه إنه يشتريه. تفتكر يا والدي عرض عليهم كام؟ بدماغك كده. كام؟ 20 مليون جنيه يا والدي، جنيه ينطح جنيه. وأقنعوه إنه ممكن يهد القصر ويستغل المساحة الهايلة بتاعته دي في إنه يقيم مركز تجارة عالمي. وعد فلوسك بقى يا ميشيل يا صفتي. يا ولادي دي ولاد محظوظة. ولاد كانت هتبقى محظوظة يا والدي، لأن للأسف البيعة وقفت. آه ما هو من القر طبعًا. لا من نادية. نادية أختهم اللي في كندا ما رضيتش تبيع. والمطلوب؟ إمضتها على عقد بيع عرفي لميشيل الصفتي عن نصيبها في القصر تتحط جنب إمضة إخواتها الاثنين. معاك يا معلم، معاك يا ابن الأنصر. يا سلام على فخامة القصر يا جعصر. بسم الله ما شاء الله، حاجة تفرح. ربنا يبارك فيه لأصحابه ويشفي كل مريض يا رب. يا رب. بقول لك يا والدي، استنى عندك يا أخ عصام. يا مصيبتي. على فين؟ دي 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 حاجة ما تخصكش. وبعدين انت عايز مني ايه تاني يا اخ سيف؟ عايزك ترجع لصوابك، تترك طريق المعاصي وتبعد عن الراجل الفاجر ده. من فضلك من فضلك يا اخ سيف ما تغلطش في والدي. والدك؟ والدك اللي يحلق لك دقنك ويجرك معاه لطريق الفواحش والعياذ بالله؟ والدك اللي يعلمك التزوير وتقبل على نفسك المال الحرام؟ من فضلك اخر واحد يتكلم عن الفواحش انت. اخر واحد يتكلم عن الفواحش يا اخ سيف، ولا نسيت اللي عملته عندي في البيت؟ ها اخلع اخلع قناع اللي على وشك ده ووري الاخوه اللي مستخبي ورا دقنك. انت انت خلي الشيخ سيف بالطريقه دي. معذور، ابوه برضو اكيد ليه تاثير عليه. انت في غمه يا اخ عصام، وهان الاوان نشيل الغشاوه من على عينيه. خذوهم ولا مالك. ياخدوا مين؟ نار، ايدي مولعه نار يا والدي. اه خد بس يا ابويا الحبايه دي وانت تبقى كويس. يا صمد امسك يا صمد. مش عارف ايه الحظ اللي احنا فيه ده. انا عارف ما حبكتش يعني غير واحنا بنعمل العمليه السوق دي. أوه. وايدك اليمين يا عصام. اه يا ابويا اكيد دلوقتي هيجيبوا حد يزور لهم العقد. يا والدي اولا ما تقولش يزور لهم، الشغلانه دي لا يمكن تطير من ايدينا لان نيتنا فيها في الخير. انا وعدت الراجل المريض واخوه ان احنا هنحلها لهم. يعني احنا بايدينا ايه نعمله يا استاذ عصام؟
في ايدينا حاجات كتير قوي يا والدي نعملها. يا عم ريح نفسك انت دلوقتي وسيبك من الكلام ده، مش وقته. لا وقته يا اخت بوسي. ايه ابويا هتحاول؟ لا 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 انسى انسى يا عصام، انسى حبيبي انسى، خلاص ايدي بقت تترعش. اسمع كلام ابنك يا والدي. يا والدي عشان خاطري احنا الفتره اللي جايه محتاجين لكل قرش، وبعدين دي فرصه جايه لنا وفي الخير. ما ادريش يا عصام وما كانوا هيدوا كام؟ 50,000 جنيه. اسمع كلام ابنك. 50,000 جنيه. يا الله اسف موافق. بص يا والدي، ده توكيل قديم كانت عاملاه ناديه لابنها، يعني عليه امضتها، وده عقد البيع بتاع القصر اللي عايزين عليه امضه ناديه. عايزك تقعد كده بقى وتمخمخ وتركز في الامضه وتنقل الامضه من هنا لهنا، وانت عارف هتعمل ايه، ده انت القنصل. يا واد انا ما بقتش زي الاول. اسمع كلام ابنك. اجري يا قنصل، مش انت اللي قايل لي ده انا اعملها وانا بسقسق البقصونات في الشاي. ما تسمع كلام ابنك. اهو في ايه يا بت؟ وانت معاهم عليهم عليهم. يا والدي يا والدي من فضلك، الجماعه مستنيين نسلمهم العقد. استلم الشيك. ترعشيش اهو. قربت قربت يا ولدي. يا ربي بس الشرطه دي، الشرطه دي لا 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 الكرف ده. اثبت على دي، اثبت على دي يا ولدي، اثبت على دي. شايف دي؟ عايزها هنا يا والدي ويبقى تم البيع بحمد الله. مع السلامة. حبيبتي مع ألف سلامة، ما تقلقيش. السلام عليكم يا والدي. عملت إيه؟ الشيك أهو يا والدي، بس هنصرفه بكرة إن شاء الله عشان النهاردة سبت. حبيب قلبي. ده عصام يا مجدي، كلمتك عنه كتير. وماله بالظبط يا ابويا؟ عنده يا ابني جلطه في المخ مأثره عليه، حالته صعبه قوي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، يعني الواحد كان متعكن عشان خبطه في ايده. عشان تحمد ربنا. الحمد لله الحمد لله. مجدي كان شريكي هو وفتح السباك. لازم وفتح السباك ربنا سبحانه وتعالى افتكره الله يرحم الجميع. انا ضيعت كل ثروتي على ولاد فتح السباك. لبن طبعا بيقعد. الله يا والدي بيقعد الا الخير، اليتيم بالذات. انا وكافر اليتيم كايه؟ كهاتيني في الجنة. يا سلام. يعني فتح السماك مات ومجدي ملاك اتشل وانت دخلت السجن. الا امال فين السبايك اللي ضيعت جيل بحاله دي؟ يا واد شيل عني يا واد عمك يا واد. الله ما كفايه عليه اللي انا طلعته ده. خلاص يا والدي هات هات عنك. بص بقى يا أنا شلت السبايك في البيت القديم من غباء الشديد اللي وقع. حرام ما بيدومش. حرام ما بيدومش. بص يا والدي ما تضغطش على نفسك، أنا مش عايز أعرف حاجة. يا واد ما تبقاش عبيط يا واد. الله. الولد سره أبيه لعلمك عصومة. لا لا يا واد استنى بقى. لعلمك بقى أنا لو خونت الدنيا دي كلها ما خونكش أنت يا حمار. يا رب يكون الكلام ده طالع من جواك يا والدي. يا واد يا عبيط انا ما بقول لك. صح يا حسن يا والدي. يا استاذ مجدي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا ولد الحمد لله، يا ولد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قدر الله ما شاء فعل. ربنا يحميك يا ابني، ربنا يحميك، ربنا يحميك. الحمد لله مجدي، مجدي الحمد لله. هو انت ناقص يا مجدي؟ هو انت ناقص؟ ايدك معايا يا ولدي. اه يا حبيبي ايدك معايا يا ولدي. ولدي نريح خمسه، انا تعبان مش عارف. ريح خمسه، ربنا يحميك. ريح خمسه يا ولدي، ريح يا استاذ مجدي. ألف ألف مبروك يا ولد. بالخمسين باكو؟ بالتمام والكمال يا أخت بوسي. سلام سلام.
مع اني يا عصومه حاسس ان الموضوع ده يا ابني كان يستاهل اكتر من كده. اكتر من كده؟ حرام عليك يا والدي، انا لو عليا كنت خدمتهم ببلاش، ما انت شايف الظروف، واحد مريض والتاني مش لاقي ياكل. يالا يالا ايه بس يا والدي؟ يعني انت مش مخنصر لك 50 كمان يا عصومه؟ يعني انا هخنصر يا ولدي؟ كتر خيرك الله يسامحك. كده تكسر بخاطر. يلا روح صالح. افتح يا عصام، ما تنشفش دماغك، عيب يا ولد. الله، انا عارف انك زعلان يا ابني، والله ما كنت اصلا. انت عايز ايه يا عصام من واحد عاش حياته بالطريقه اللي انا عشتها دي يا ابني؟ الله، هو لازم ينام مفتح عين ومغمض عين، لازم يخون اقرب الناس ليه. انا يا ابني لو كنت خرجت من السجن وما لقيتكش كان زماني نايم في جراج ولا مرمي على رصيف من الرصيف. وانا لا يمكن يهون على اسيبك مرمي عند رصيف يا انس. انا بس صعب عليا انك حبيبي. ها يا سيدي، فلوسك تمام؟ تمام والله، على عيني سيبولك. لا مؤاخذة يا معلم، أنا آسف يعني، بس لو شفت حضرتك هنا تاني مش هيحصل طيب، لا كني بقى ولا عزة. حقك حقك. تمام، السلام عليكم. ألف سلامة يا سيدي. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا سيدي. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص بقى، خلاص يا عصومة. تعالى تعالى، أخيرا استفردت بيكوا يا ولادي. الله 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 الله، أنت هتغلط في جدي وستي ولا إيه يا ولدي؟ يا ده أغلط فيهم إزاي يا حبيبي؟ لا طبعا. تعالى، ده أنا عايزك تملي عينيك بكنز علي بابا. قصدك الدهب؟ أيوه، الدهب اللي ضايع جيل بحاله. نبيه يا واد زي أبوك. سيبك من ده دلوقتي، يلا طلع لي الأجنة والشاكوش، وعايزك تشيل الرخامة دي على الصومة. كنز بجد يا والدي، عشان تعرف ابوك كان مرقل على ايه يا عصومه. يلا يا ولدي، بقول لك ايه، الكنز الحلو ده بقى مش هينفع نطلع بيه على رجلينا يا عصومه، روح عندك هوا. والدي انا هروح اجيب التاكسي واجي. ها اوعى. الله يا ابن الكلب. يلا يا يا حبيبي يا حبيبي، افتح الباب. حرب السود، مين دول؟ بقول لك افتح الباب. الله، في ايه؟ مش فاتح. انت عايز مني ايه؟ اكسر الباب. عايزين ننفس حد الله. حد الله طبعا طبعا، حد الله، بس هتنفذه في مين يا ابني؟ فيك وفي ابنك. عصام يا شيخ سيف، عصام صاحبك حبيبك اللي كلت معاه عيش وملح، هتقتله. واقتل ابني لو خالف شرع الله. انا اديتكوا فرصه وبرضه ما رجعتوش على اللي انتوا بتعملوه. لا 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 لا، ببص ايدك، اقتلني انا؟ انما عصام يا ابني ده من دورك، لسه عيل صغير قدامه الحياه. انا خلاص، انا راجل كبير وقلبي كان حاسس اني هموت الموت. اني ابوس ايدك يا شيخ سيف. اوعى.
أبوك رأفتا بسنه هنقتله من غير ما نعذبه، لكن أنت يا أخ عصام حسابك هيبقى من نوع تاني، هتبقى عبرة للي يرتد عننا ويبعد عن طلعة معاه. أبوس إيدك بلاش عصام. هنعملوا فيا أنا اللي أنتوا عايزينه، أبويا ملوش دعوة. سيبك منه يا حمار. اخرس بقى. متأكد يا ابني؟ مفيش حد فوق خالص. الله يكرمك. عصام. عصام. أنت مين يا ست؟ مش فاكرني يا أنصر. واخد بالي. ايوه بموت في شعرك المسبسب. سوسو سوسو بس انت زي ما متيش زي ما ابني عصام. عصام عصام مين؟ عصام ابننا. ما تضحكيش يا سعاد، ما تضحكيش، ابننا ضاع. عصام ضاع. عصام مش ابنك، انا ما خلفتش منك اساسا. بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده، عصام مش ابني ولا ابنك. وما اسموش عصام، اسمه شمبر. شمبر؟ بس ده اسمه الشهرة، اسمه الحي ناصر، ناصر فتحي السماك. المحل كان بينكم يا اخويا، فتح رائد عيان في المستشفى وحالته خطيره، اعمل معروف دلنا على مكان الدهب فين عشان نديله نايبه. امشي يا وليه من قدام. روح يا شيخ، ربنا ينتقم منك. يلا غوري بقول لك. ربنا ينتقم منك. كان بينتقم مني عشان ابوه. كان بينتقم لينا كلنا. انت فاكر انت عملت فيا ايه وانا مراتك وعلى ذمتك؟ قلبت سختي وطلقتني وهربت، بس الحمد لله ربنا كرمني براجل زي الفل، واتجوزت وخلفت بنت زي القمر، ربيتها مع شمبر بعد ابوه وامه ما ماتوا واحد ورا التاني من قهرتهم. يا صلبة يا ولاد الكلب، عاملين عليا رباطية عشان تقلبوني؟ ده انا هقتلك هنا لو ما قلتليش عنوانه. مكانك يا عادل يا انور. ايه يا ابني في ايه؟ انا ما عملتش حاجة. انت متهم بتزوير عقد فيلا في جليم ومطلوب القبض عليك. كده صح، كله مترتب تمام. ايه اقوالك في البلاغ المقدم ضدك من مجهول بيقول فيه انك زورت عقد بيع فيلا في حي جليم باسم السيده ناديه محمد عبد السلام؟ يا سعاده الباشا، ايه اللي خلى حضرتك متاكد قوي ان التوكيل ده مزور؟ الله، مش احتمال سعادتك ده بلاغ كيدي؟ لا مش كيدي، التوكيل ده لقيناه في شقتك، ده من السيدة نادية عبد السلام لابنها، كان بيعمل ايه في شقتك؟ وبعدين في حاجة تانية أهم، عقد بيع الفيلا مؤرخ ب 15/3/2010، مع العلم إن السيدة نادية عبد السلام والسيد ميشيل الصفتي اللي اشترى منها الفيلا ماتوا من أكتر من 10 سنين، وشهادات وفاتهم أهي.
يحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. تعمل ايه يا مجنون؟ تعمل ايه يا مجنون؟ واحد بياخد نصيبه يا انصر. يا ابن الكلب! ايه ده يا حكيم؟ يا ابن الكلب! ايه ده يا حكيم؟ ايه ده وروق كده؟ هات له ليمون. اضرب يا حاج، اضرب بالهنا والثفا. يا والدي! يا والدي! يا والدي! يا والدي مش قلت لك كله صيني؟ شين عون شين عون شون صيني يا والدي! قلت لك عادي، حسيت انك بتطلع الكلام، انا قلت لك قبل كده، وانت مش قلت لك، ما انت مش قلت لك كله صيني يا حاج. فتحي سيب المقص يا ليلى، ليلى تعالي شوف ابنك ماسك المقص. وانت يعني مش عارف تاخد بالك منه؟ بتعمل ايه يا فتحي؟ تعالى شوف ابنك بيرسم ايه. ترسم ايه يا فتحي؟ حصل جنيه. حصل جنيه؟ يا نهارك مش فايت، اوعى سيب المقص ده وسيب الحاجه دي. حصل جنيه بجد؟ يلا روح على اوضتك انت. اياك اشوفك بترسم فلوس تاني، سامع ولا لا؟ اجري اجري. السمك الصغير بادئها بدري قوي. بقول لك ايه، انا مش هستنى لما اشوف ابني مجرم. انت خلاص نجحت في اللي كنت عايز تعمله، عايزين بقى نعيش عيشه نظيفه. ليكي عليا احاسب الناس اللي تعبت معانا دي؟ باخد اجازه وننزل مصر وادلعك اخر دلع. يا نصر انا ما نفسيش في اجازه، انا نفسي في بدايه جديده، نفسي اعيش معاك وانا حاسه بالامان. اللي يسمع كده يقول ان انا كنت سايبك لوحدي. ايش حال اني كنت معاكي ثانيه بثانيه ولحظه بلحظه؟ بتحب الاحمر؟ احمر ايه اللي بيحبه؟ ما تلم ما تلم يا ليلى. فيه جرايه نصر ده قد ابويا. السلام عليكم يا ولد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت يا ضايعين. فاكر لما رجعتي عليا في المرسم وانا واقف معاك؟ انت فين؟ ما جيتش ليه؟ مش لاقي سرنجه. الله الحقنا يا ابني، معلش معلش. ما انا كمان كانت عينيا في وسط راسي، كنت قاعد متنشر فوق السطوح خايف للراجل ده يستفرد بيكي. يا والدي حرام عليك، انا صاحي مطبق ما نمتش من امبارح. الله يكون في عونك، ده انت هريت مهدئات وزيت كافور. طيب تشرب شاي؟ لا متشكر، اصل انا ما بستطعمهوش من غير سكر. من ساعتها الراجل يا عيني اعصابه باظت وايده بترعش مش عارف يعمل حاجه. الراجل ده ما كانش سهل ابدا، ده كان داخل ينصب عليا. بس ايه رايك في جوزك؟ ها؟ اقنعه واخليه يحبني كمان. صايع وفاجر وتعملها عادي. مش قادر انسى شكله يوم ما اتاكدت ان رجله جت في الخيل. هو لازم يفتح عينه ويغمض عينه وهو نايم يا ابني. لازم يخون اقرب الناس ليه. تمني نايم في الجراج، تمني على رصيف في المصر. نار، ايدي مولعة نار يا والدي. عادل انور جابر، قوم معايا فز. في مستندات جديدة تقدمت للنيابة وتم التأكد منها وبتقر بصحة البيع اللي تم ما بين المرحومة نادي عبد السلام والمرحوم ميشيل الصفتي، لكن بتاريخ سابق لتاريخ العقد اللي انت صدرته بحوالي 14 سنة، يعني في حياتهم هما الاثنين. أنا مش فاهم حاجة يا سعد. يعني انت زورت عقد بيع ما بين اثنين هما باعوا لبعض بشكل قانوني ورسمي، وده بيسقط التهمة من عليك، لأن فضايا التزوير زي ما انت عارف لازم يقع ضرر على حد، وهنا مفيش ضرر وقع.
يعني ألف مبروك. يا سلام، متشكر أوي سعادتك، متشكر أوي يا باشا. ما تشكرنيش أنا، أشكر الآنسة والأستاذ، هما اللي أنقذوك. الآنسة مريان قريبة المرحومة نادي عبد السلام والأستاذ شلهوب مدير أعمال المرحوم ميشيل. ألف ألف مبروك يا عادل على ظهرتك من السجن، ألف مبروك. مبروك مسيو عادل. لا لا، اكتب عندك. قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم عادل أنور جابر ويحفظ التحقيق. والد فين يا قاضي السبايك؟ اهدى يا راجل أنت، اهدى اهدى، احنا في محكمة. أبويا فتحي السماك صاحبك علمني ما كلش حق حد كلت معاه في طبق واحد، عشان كده قرصت ودنك بس يا أنصر. أنا يا تلبسني قضية واتمنك عني. اهدى يا راجل أنت. بس ايه رايك في القضية؟ ذمتك مش حلوة؟ ها؟ كنت فير أنا، زي ما ظبطتها لك بالسنتي عشان تلبسها، ظبطتها لك بالملي عشان أخلعك منها. وأنت يا قطي طلعتي معاه؟ إيه؟ جوزي على سنة الله ورسوله. مش عاطف الفبرك من بتوعك الخالي وكده. جوزك؟ أيوة. طيب في حاجة تانية فاضلة؟ في. فاضل إنك تيجي معايا تستجم لك يومين. حجزت لك في اوتيل كده جدعان على البحر بدل المرمطه اللي انت شفتها. بسم الله ما شاء الله، عيني عليك بارده، صغرت لك يجي 20 سنه. انا مش عارف انت ناوي تعمل فيها ايه تاني. ما تقلقش، تعالى بس نسلم على جماعه اصحابي كده وبعدين نقعد نتحاسب. تعال. مجدي، ازيك يا مجدي؟ ما ترد السلام يا عم مجدي. شربتها يا كروديا؟ انت بتتكلم يا مجدي؟ بربان. لا 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 لا. بيبي عايز حاجه يا روحي؟ ميرسي يا روحي، انا نازله البحر. باي حبي. باي حبي روحي. باي واد مشلول يا واط وعامل لي فيها اخرس. وبيبي يا راجل فلا الله ولا فلك مشلول ايه بس؟ ده كسر بسيط في مشط الرجل. مشت عم مجدي، واحد اتنين هوبا. مشط رجله. كنت بجري ورا الموز يا زغوف. احمد ربنا لولا لحقتك ما كنتش جريت خالص بقيت عمرك. ها باسم الصليب، باسم الصليب. ها في حاجه تاني؟ شويه حاجات بسيطه كده يعني. بسيطه؟ الله 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 الله، ايه الروشنه دي عدوله؟ الله الله الله، انت الله، هو انت كل يوم يا بنت هتطلعي بشكل؟ انت مين فيهم؟ هي غنوه ولا ايه؟ مهنا مراته. كنت عايز تغدر ببنتي يا انصل، مش كفايه امها؟ فاشر وانا موجوده حماتي. حماتك بنتك؟ لا 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 يا حاج عادل. بيس يا مان. ده الولا حماده بيضه ابن خالتي، ما تتفاجئش. لا 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 ما تستغربش يا عدين، ده انت بروفيسير في الرصيده. على فكره يا ناصر، المكير محتاج ايجار الدين. يا خرابي، الحقني يا عصام، الحقني يا خانو، الحقوني. نسيت اعرفك يا دقدق صحيح، نسيوني صديقي مصمم معارك السيف. من رجالته؟ لا 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 لا، وقفك انا. شوف يا عصام، شفت يا عصام اخرتها يا عصام؟ انت تخرس خالص. انت تضربني بالكزم ده انا هدمرك. احب على ايدك يا باشا، احب على ايدك. هو اللي دبر كل حاجه. انا جوزي ما عملش حاجه يا باشا، هو ده اللي عمل كل حاجه. ولادي ما لهمش دعوه باي حاجه، ده هو اللي عمل كل حاجه. هو قص المسا. اخرسه خالص، طلع المخدرات. انا معيش مخدرات يا باشا. انا معايا لو ممكن سيجاره. اتفضل. مش هكده افضلك. معاك ولا يا باشا؟ انا ولا حبه، احنا ماشيين. لا خد يا انصر. لا 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 يا عدوله حصلك ايه يا باشا؟ ده ينتحر ده ولا ايه؟ مش للدرجات دي، مش للدرجات دي. انا راجع السجن تاني. مش سجن، مش كده، مش كده. انا عايز اروح كده. روح كده، مش هترجع. كله ماشي بالمشقلب، كله متلخبط يا عيني. اصلي مين يا عم نقلب زيه زي الفلسفة عيني؟ المهم لسنا لب لب، واننا في الكرة نغلب. سقة سقة للي بيحلب اللبن من بقرة صين، الضحكة اللي في وشي والملح اللي في مشي.
وابيض جمعة سبت الحد يحود اتبدل حاله يا نهار ابيض ولا اقول لك يا نهار اسود هي بكتب كتب خربت ولا الناس دماغها هربت ليه نسيب غيرنا يا عايرنا وده يقطم وده يتودود الضحكة اللي في وشي زيني والملح اللي في مشي زيني كلنا سوري معلش مال عنا المضروب دلوقتي بقى معدنا زيني تعالى كل تعدمنا زيني هنا زماننا عدمنا كده جيم اوبر يا دوب كده جيم اوبر يا دوب ابيض جمعة سبت الحد يحود اتبدل حاله يا نهار ابيض ولا اقول لك يا نهار اسود هي بجد بجد خربت ولا الناس دماغها هربت ليه نسيب غيرنا يا عايرنا وده يقطم وده يتودود الضحكة اللي في وشي زيني والملح اللي في مشي زيني كلنا سوري معلش مال عنا المضروب دلوقتي بقى معدن على كل تعدمنا زيني هنا زماننا عدمنا كده جيم اوبر يا دوب كده جيم اوبر يا دوب كده جيم اوبر يا دوب اللي على نيته ابيض جمعة سبت الحد يحود اتبدل حاله يا نهار ابيض ولا اقول لك يا نهار اسود هي بجد بجد خربت